تحضير كلمات المواساة وتخفيف الحزن صعبة في بيت العزاء هذا، فهنا بالتحديد كان سيقام الفرح. رصاصة قلبت المشهد وتوفي العريس، يقال إنها رصاصة الفرح. وأي فرح هذا الذي يسدل الستار عليه ببيت عزاء حمزة؟ عريس معان. ها هو حمزة في لحظاته الأخيرة، حتى جاءت رصاصة استقرت في صدره، أطلقها أحد أصدقائه فرحا فانقلبت الصورة. دفن حمزة في اليوم المقرر لزفافه، تاركا خلفه حادثة فتحت الباب من جديد على ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تسحب السلاح إلا بالدفاع عن الأرض، عن هذا الوطن وكرامته وأبنائه وعن عرضك، غير ذلك فهو مرفوض تماما. قلب فرحنا لطرح، إنسان بدل ما نزفه على صالة الأفراح زفناه على مقبرة، إنسان بدل ما يدخل على أمه في البدلة السوداء المعبرة عن العرس والفرحة البدلة السوداء دخل عليها في كفن أبيض، بنقول إلى متى كافي. هم نفس الحضور وربما أكثر ممن تلقوا دعوة للمشاركة في فرح حمزة، لكنهم جاءوا معزين اليوم. تصادف وجودنا بوجود ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، حضر لبيت العزاء يحمل رسالة تستنكر عادة لا صلة لها بأي عرف أو تقليد. خلاص هذا الموضوع بكفي. نعم والله. هذا مش من عاداتنا، مش من تقاليدنا الأصيلة، وإحنا مش كل ما بدنا نفرح لازم يكون في ضحايا. يطلق الرصاص بالأفراح والمناسبات، صوت مفزع. وصداه لا يترك إلا مشاهد الموت والفقدان. حادثة أوجعت قلوب الأردنيين وتركت وراءها ضحايا كثر، حتى بات للفرح ضريبة خلفها تقليد يقف الجميع في وجهه، والمطلب واحد، أفراح بلا رصاص. من محافظة معان جنوب الأردن، عماد العضائلة، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.